سلام المسيح للجميع، والرب يبارككم ويحفظكم باسم يسوع. اليوم حابب أشارك عن شخصية موجودة بالكتاب المقدس، ألا وهو جدعون. جدعون كان يخبط الحنطة في المعصرة، وظهر له ملاك الرب وقال له: الرب معك يا جبار البأس. فجاب جدعون قال له: أسألك يا سيد، ألم يخرجنا الله من أرض العبودية؟ وينه؟ ليش إحنا صرنا بإيد المديان اللي دي يأذونا ودي يخربون أكلنا؟ وهاي الفترة كانوا شعب الله عايشين بالكهوف. فجاوب الملاك وقال له: اذهب بقوتك هذه. جدعون قال له: شلون أنا أروح؟ أنا عشيرتي هي أصغر عشيرة موجودة بإسرائيل، وأني أصغر شخص موجود بعائلتي. فقال له ملاك الرب قال له: أنا أكون معك وستضرب المديانيين كرجل واحد. اليوم رسالتي لكل شخص شاعر بصغر النفس، أو شاعر بأنه ما عنده شيء يسوي، أو ما يقدر يسوي شيء، أو يشوف المشكلة أكبر من حجمها، أو يقول أنا ما عندي شيء أسوي، ما أقدر أسوي شيء. اليوم الرب شايفك كجبار بأس، اليوم الرب شايفك جبار، أنت تكون أعظم من منتصر بدم الرب يسوع المسيح. اليوم رسالتي إليك هي أنه تكون جبار بأس. الرب رح يرسلك، الرب رح يكون وياك. قوم، انهض، تشدد وتشجع وانتظر الرب. الرب يبارككم ويحفظكم باسم يسوع. دم يسوع يحميكم.